والآن ننتقل إلى أبرز المواقع الإلكترونية التي صدرت في تاريخ اليوم. البداية مع المدن. المفاوضات تقترب من لحظة الحسم وتداول اقتراحات لإدارة المعابر. هي جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سبقتها مفاوضات تقنية حول محور فيلادلفيا، معبر رفح ومعبر نتساريم. عمليا تسير المفاوضات على إيقاعين، الإيقاع التقني والإيقاع السياسي العام لوقف الحرب. يحاول الإسرائيليون إلهاء الوسطاء والمفاوضين بالتفاصيل التقنية، بينما العنوان الأساسي بالنسبة لحركة حماس ومحور المقاومة هو وقف الحرب، وعند وقفها يمكن الوصول إلى صياغة حل ملائمة للمعضلات القائمة بالمعنى التقني. وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد وصل إلى قناعة بوقف الحرب، فكل النقاط العالقة يمكن حلها. أما بحال أراد استمرار الحرب فالأمور ستكون صعبة جدا، وسيستخدم كل تلك التقنيات والتفاصيل لعرقلة الوصول إلى اتفاق. بالنسبة إلى المصادر، هناك مجموعة عوامل حقيقية تشير إلى أن فرصة وقف إطلاق النار جدية، لا سيما أن الضغط الأمريكي يبدو مختلفا هذه المرة، وواشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل لإجبارها بالموافقة على وقف الحرب، وهذه مصلحة للرئيس الأمريكي جو بايدن وللمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. لا تريد أمريكا استمرار الحرب خشية اتساعها وتحولها إلى حرب إقليمية سيكون لها آثارا سلبية جدا على الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. أما عمليا فإن المسألة الجدية والجوهرية في المفاوضات تبقى أبعد من مسألة التقنيات المتعلقة بالمعابر وكيفية السيطرة عليها ومن الذي سيتولى إدارتها. والأهم هو الوصول إلى هدنة 45 يوما كمرحلة أولى، وبعدها يتم العمل على التفاوض على المرحلة الثانية. وطالما التفاوض مستمرا فإن وقف إطلاق النار يبقى قائما، وهذا ما يشدد عليه الأمريكيون أيضا، وبذلك يكون قد تكرس وقف إطلاق النار حتى موعد الانتخابات الأمريكية وانتخاب الرئيس الجديد. لكن يبقى كل ذلك مرتبطا بموافقة نتنياهو وبقدرة واشنطن على التأثير عليه من خلال الضغوط. ننتقل إلى ليبانون فايلز. هل تستمر حرب الاستنزاف إلى تشرين الثاني المقبل؟ مصادر سياسية مطلعة أكدت أن المفاوضات في جولتها الأولى في 16 و17 آب الجاري وفي جولتها الثانية في 24 و25 منه يمكن أن تؤدي إلى جولة ثالثة في حال لم يتم التوصل إلى إبرام اتفاق بين حماس وإسرائيل، سيما أن الأمريكي عبر وزير خارجيته أنتوني بلينكين يبذل الجهود من أجل حصول وقف إطلاق النار، غير أن رئيس حكومة العدو نتنياهو لا يريد في المقابل إهداء مثل هذا النصر لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يعول على الرئيس المقبل علّه يكون دونالد ترامب، الأمر الذي يجعله يعيق المفاوضات ويطيلها لأشهر عديدة بعد، ويستمر في حرب الاستنزاف في قطاع غزة وعند الجبهة الجنوبية في لبنان. وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالخيارات المفتوحة ما بعد انتهاء المفاوضات اليوم، فإن رد الحزب على إسرائيل سترد هذه الأخيرة على الحزب أيضا، وإذا جرى استيعاب الرد والرد على الرد على ما أفادت المعلومات أي جرى احتواء الأمر، تعود الجبهة الجنوبية الوضع الذي كانت عليه منذ 28 الأول الفائت. أما إذا كانت هناك محاولة للتصعيد ولتوسيع الاشتباك على كامل جبهة المقاومة وفي العمق أي في الداخل اللبناني والداخل الفلسطيني المحتل، فنكون قد دخلنا في مرحلة توسيع الحرب، وهذا ما يقوم المفاوضون اليوم بالتهديد به خلال المفاوضات، علما بأن أحدا لا يريد توسيع الحرب لأسباب عديدة باتت معروفة.